ماري كوري، الريديوم، بداية القنبلة النووية. في عام 1910 تمكنت العالمة ماري كوري وزوجها العالم أندري لويس من اكتشاف عنصر الراديوم من خلال التحليل الكهربائي، ولم يستغرق العالمان وقتا طويلا في اكتشاف الكمية الهائلة من الطاقة التي يطلقها العنصر الجديد والإمكانيات الضخمة التي يطلقها، والتي تفتح الباب أمام طيف واسع من السلع الاستهلاكية بفضل الخصائص الإشعاعية التي يتمتع بها. ويمكن لجرام واحد فقط من الراديوم أن يحول طن من الثلج إلى بخار ماء، كما يمكن لطن واحد من الراديوم أن ينتج كمية طاقة تعادل الطاقة التي ينتجها مليون طن من الفحم. وكانت المشكلة الرئيسية التي تواجه العالمين أن ما توصل إليه يتناقض تماماً مع قوانين الطاقة المعروفة والراسخة، والتي تقول بأن الطاقة لا تفنى ولا تخلق من عدم. والسؤال الذي كان يطرح نفسه هو: من أين تأتي هذه الطاقة الهائلة المخزنة في الراديوم؟ وتعذرت الإجابة على السؤال حتى تمكن العالم ألبرت أينشتاين من توضيح العلاقة بين الكتلة والطاقة من خلال معادلة تربط الطاقة بحصيلة ضرب الكتلة في مربع سرعة الضوء. وفتحت هذه المعادلة الطريق أمام اختراع القنبلة النووية.